حراك سفراء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان يهدف وفق موقع جنوبية إلى تحريك المسار الرئاسي توازياً مع نضوج تسوية لوقف الحرب في الجنوب. معلومات كشفت عنها مصادر دبلوماسية في بيروت لموقع جنوبية متحدثة عن مقايضة رئاسية مقابل الحدود لمصلحة حزب الله وحلفائه، ولكن تلك المقايضة ستأتي وفق مصادر الموقع ضمن سلة تشمل الحكومة المقبلة والتعيينات الإدارية وضخ سيولة لحل أزمة لبنان المالية وديونه الخارجية. إلى ذلك تواصل إسرائيل محاصرة حزب الله وتطويقه بالاغتيالات عبر رصد كبار شخصياته الميدانية ومرافقيه واستهدافهم. مصادر ميدانية تشير كذلك إلى استمرار الضغط الإسرائيلي على حزب الله لإرغامه على وقف النار في الجنوب بمعزل عن تطورات جبهة غزة. وهنا تكشف المصادر أن خلف سياسة الاغتيالات هدفا واضحا، تطويع الحزب ودفعه للقبول بالتسوية بإبعاد قوات فرقة الرضوان أقله 7 كيلومترات عن الحدود وإنشاء شبه منطقة عازلة يديرها الجيش اللبناني مع القوات متعددة الجنسيات اليونيفل، ومقابل تسوية حدودية برية بضمانة أمريكية على غرار التسوية البحرية والنفطية. ولكن أيضا مشاهدينا، ملف الرئاسة اللبنانية بات في عهدة البيت الأبيض وقد أدرج ضمن اهتمامات مستشار الرئيس جو بايدن مباشرة. تطور سياسي كتب عنه موقع أساس مرجحا أن يكون آموس هوكستين كبير مستشاري البيت الأبيض نجم اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، أي السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر وقطر. الموقع أوضح أن هوكستين سيحط على تلك اللجنة ممثلا بلاده ليعطي اجتماعها المقبل طابعا أكثر جدية، ويربط سلة الحلول ضمن الملف الذي أوفد بشأنه مؤخرا وهو الانتهاء من الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل. اللجنة التي ستلتئم في أواخر الشهر الحالي ليس معلوما أي منحى سوف تتخذه في بيانها الختامي، إلا أن التوقعات ترجح أن يتحدث عن فصل لبنان عن جبهة غزة. ولكن التطور الأمريكي هذا تستبعده مصادر دبلوماسية لبنانية قالت إن هوكستين مكلف بملف الترسيم لا بملف الرئاسة، مشيرة إلى وجود خلاف عميق بين وزارة الخارجية التي تمثلها السفيرة الأمريكية الجديدة وبين البيت الأبيض الذي يمثله هوكستين. ولكن ثمة رابط بين الخماسية والتفاوض الأمريكي الإيراني في عمان والذي لم يكشف النقاب عن نتائجه بعد. هنا تعتبر المصادر أن كل ما يجري في البحر الأحمر وغزة وأربيل وباكستان ليس بمعزل عن هذا التنسيق، ولولا وجود ضابط إيقاع إيراني أمريكي مشترك لوقعت الحرب الشاملة.